الأكل من أساسيات الحياة البشرية، طول عمرها بتحاول تطور من أساليب إنتاج الأكل. من آلاف السنين البشرية اخترعت شيء اسمه الزراعة، وهذا سبب نقلة حضارية ونوعية في حياة الإنسان. ولكن موضوع الزراعة كان كويس في فترة من الفترات لما كان عدد السكان على الكرة الأرضية محدود. اليوم إحنا 8 بليون إنسان، الأراضي محدودة، البيئة قاعدة تتغير، فوجب أنه يصير في تحسين في آليات إنتاج الأكل. حلقة اليوم عن مستقبل الأكل. استخدام التقنية مرة مهم في الزراعة. ليه؟ لأنه إحنا اليوم تخيلوا نقدر نحول الصحراء القاحلة إلى مزرعة باستخدام هذه التقنية. Liquid Nano or Natural Clay. طين النانوي السائل، تحول الطين إلى سائل. طبعا تقنية النانو غطيناها زمان، أرجعوا لحسام المستقبل عرفنا إيش هو النانو. مجرد تحطها في وسط الصحراء تطلع لك كل أنواع المزروعات. في المزرعة هنا بيزرعوا، تخيلوا، من وسط الصحراء ليمون، في هناك تفاحة أنواع صغيرة، مانجا من وسط الصحراء الحمد لله وأكلنا فيها، يا سلام مانجا ألفونس ألفونس، والله أنا مو خبير مانجا رمان، لوز، كله in the middle of the desert. احنا أخذنا something كان traditional مستعمل أصلا، الطين. فإحنا أخذنا هذا الكونسبت حولناه إلى ليكويد حتى نضمن أنه من خلال التقنية يوصل إلى المكان اللي يحتاج النبات. فتقنيتنا شغلتين أساسية مع بعض، تصنيع هذا المادة اللي إحنا بنسويها fresh, organic, natural, nothing chemicals، وكيف نخليها في التربة. طيب إحنا نبغى نساهم في التنمية معكم، في التنمية الغذائية ومستقبل الغذاء. إحنا اللي بنسويه أنه بنحقن الأراضي، فهي بتصير زي إيش؟ انجكشن ولا كيف؟ انجكشن، دخلها جوا التربه. انا كده قاعد ازرع الصحراء باختصار حاليا. لا خليني اركز في اللي قاعد ركز من جد، قاعد ازرع الصحراء. ما ايش يزيد عن حد؟ لا اذا زاد عن حد انقلب ضده.